ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل دبابيس الفراخ كنتاكي بطريقه احسن من المحلات او من كنتاكي في الشارع. هتبقى طعمها احسن منها وهتطلع مقرمشه وجميله جدا جدا معانا، وطريقه سهله خالص. اول حاجه طبعا عندي دبابيس الفراخ، هجيبها اول حاجه. لازم قبل ما انقعها لازم افتحها كده بالشكل ده، كلها بالمنظر ده كده. هعمل كله كده نفس التفتيحة كده لحد ما يوصل العظم. يعني انا كده هو بوصل السكينة للعظم، مش مجرد فتحة كده بس، لأ. ده قبل ما منقعها في ميه. ممكن اعملها هنا احسن. بالشكل ده اهو. طبعا انتوا لو سامعين ان هي واصله كده، انا بقطعها لحد العظميه من جوه. ليه انا بفتحها بقى قبل النقع؟ عشان النقع اللي انا هنقع فيه يوصل، يعني يشيل الزفاره من جوه وتبقى معايا ريحتها وطعمها حلو. طبعا هخلص الكميه كلها كده بالمنظر ده، نفس التفتيح ده كده. خلص كله وارجع لكم. طبعا فتحت كله زي ما انتم شايفين اهوت، شربت كله اهوت زي ما انا قلت لكم، عشان ميه النقع تتشرب فيه من كله. اول حاجه طبعا اعملها احط خل بتاع معلقتين، احط ملح، برضو بتاع معلقتين. ده محلول النقع اللي انا هسيبه فيه ساعتين ثلاثة، يعني يفضل ان هو يقعد لتاني يوم، بس احنا مش هنسيبه لتاني يوم في مية النقع، فاحنا هنسيبه ساعتين ثلاثة عشان ياخد التتبيلة بتاعته اللي هي بتاعت التسوية. احط ليمون زي ما انتم شايفين كده، وهسيب القشر برضو بتاعها اهو. ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين لو ما فيش كبير. احط سكر، دي برضو بتشيل اي زفارة، يعني معلقتين السكر دول هيشيلوا لك اي زفارة ويشيلوا الدم. الزفارة والدم اللي بتبقى في الفراخ بس. وابتدي بقى ان انا اضيف مية كده، بالشكل ده. وهنسيبه بقى، هنغطيه ونسيبه لمدة ساعتين ثلاثة لتاني يوم زي ما انتوا حابين، ونرجع بقى نكمل باقي التتبيلة بتاعتها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، عدى على الفراخ في مية النقع بتاعها بتاع 4 ساعات. هنبتدي بقى ان احنا نشوفها كده، اوريكم بس المية بتاعتها بتبقى شكلها عاملة ازاي، ان هي بتتشرب كل الدم ابصوا غامقة ازاي المية اهي. هبتدي بقى ان انا اشطفها كويس جدا واحطها تتصفى، ونرجع بقى نقول لكم التتبيله اللي هتقعد فيها برضو كام ساعه تاني كده. طبعا بعد ما صفيته خالص من الميه بتاعه النقع، هنبتدي بقى ان احنا دلوقتي هنجهز التوابل اللي هتتحط عليه. نفس خلطه الكنتاكي بالظبط، يعني يمكن انا مزوده حاجات كمان، بس دي نفس الخلطه اللي بيعملوها. هحط طبعا الملح ده حسب الكميه اللي عندي. انا حاطه نص معلقه ملح صغيره، فلفل اسود، عندي بهارات، عندي توم باودر وبصل باودر، عندي بابريكا، عندي المرقه دي انا طبعا حطها من عندي، اللي مش عاوز يحط مرقه ما يحطش. لو هعمله سبايسي احط شطه، انا حاطه حبه شطه صغيرين زي ما انتم شايفين كده، مش مزوده الشطه. يبقى تاني ملح وفلفل ده اساسي، توم باودر وبصل باودر اساسي، والبابريكا. بعد كده عندي البهارات،
وعندي لو عاوزاه سبايسي هحط الشطة والمرقة دي من عندي. هبتدي ان انا احط كده التوابل كلها عليها بالشكل ده، وابتدي ان انا احط بقى عصرة ليمون عليها او حبة خل، ممكن تحطي الاتنين بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اقلب كده كله ببعضه. طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده خلطت كله ببعضه. طبعا في ناس بتحط زبادي، في ناس بتحط عليه لبن، في ناس بتحط لبن رايب. لا، هي الوصفة دي من جوه كنتاكي، ده اللي بيعملوه جوه كنتاكي. طبعا مش هيكلفوا نفسهم في ولا لبن ولا زبادي ولا الكلام ده، لان بيعملوا كميات. هبتدي بقى ان انا احط مية عادية خالص على ده كله، واسيبه منقوع في المية بتاعته دي يعني من 4 لـ6 ساعات بس كده. هنسيبه مع منقوع في المية دي من 4 لـ6 ساعات بالتتبيلة كله، من 4 لـ6 ساعات. هتشيله في التلاجة، ويستحسن ان قبلها بيوم. كل ده كل ما بتعمليه قبلها طبعا كل ما بيتشرب. هنسيبه ونرجع بقى نشوف هنعمل بعد كده ايه. كده احنا بقى رجعنا مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا قعدته يوم كامل في التتبيلة بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي ان انا هحتاج المية بتاعته، انا مش هرميها، احتاج ان انا احطه كده في علبة تانية بالشكل ده. هغطي كله في علبة تانية كده، هصفيه من ميته خالص. طبعا هو قاعد ليلة كاملة فشارب من التتبيلة بتاعته جامد، يعني زي ما انتوا شايفين المية طبعا ولونها. هبتدي بقى ان انا دلوقتي كده نعمل الكفر الاخير اللي احنا هنحط فيه الفراخ. هنركن ده كده مش هرميه. هبتدي ان انا اجيب، انا كده عندي بتاع 2 كوباية من الدقيق. هبتدي ان انا احط عليهم التوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها هنا هحطها تاني، اللي هي ايه، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل وملح. هبتدي ان انا احطهم كده، هحط عليهم نشا يعني بتاع 2 ملاعق كبار اللي هي يعتبر نص كوباية بالشكل ده. عندي 2 معالق بيكنج باودر اهي. هحط ايه تاني، عندي كربونات، وحط معلقه صغيره خالص، ده كله بيساعد على رفع الفراخ. هبتدي ان انا اقلب كده كله مع بعضه. بس ده بالنسبه كده دوت الكفر الاخير اللي هو هيتعمل بال او اللي هو كده. عقبال لما انا اجهز الفراخ هكون جهزت برضو الزيت ان هو يبتدي ان هو يسخن معايا، لاني محتاجاه ان هو يكون سخن جامد. اول حاجه مش هجيب طاسه، انا عاوزه حاجه غويطه، فانا هجيب زي ما انتم شايفين كده، هجيب حله. بالشكل ده كده هبتدي بقى ان انا مولعه عليها، هسيبها كده عقبال لما انا اجهز الكفر الاخير للفراخ. طبعا هبتدي ان انا اخد كده الفراخ، هبتدي ان انا احطها في الدقيق كده، اقلبها حلو قوي واضغط عليها ان انا اخلي الدقيق يمسك عليها بقدر الامكان، وانفض كده وارجع تاني احط بالشكل ده. بتاع كم مرة كده من نفس المنظر ده
كده وارجع احط انزلها في الميه اهي كده، وارجع اخدها احطها تاني في الدقيق. انا عشان كده ما احتجتش ان انا اجيب ميه بالتوابل، لان انا كده كده عندي الميه بالتوابل، فانا عشان كده قلت نستعملها. وفي نفس الوقت هو ده نفس النظام اللي بيعملوه في كنتاكي. بفضل ان انا اعمل كفر كده على قد ما بقدر اهو، ونفط حلو قوي كده. بالشكل ده وهركن واعمل غيرها. هناخد برضو نحط في التتبيله بتاعت الدقيق اهو، لازم اقلبها بتاع 10 مرات كده، ان انا اخلي كل الدقيق بالتوابل تخش فيها. بعد كده اقوم منزلاها في الخلطه اللي هي بتاعت التوابل للميه بالتوابل، ومرجعاها تاني للدقيق بالشكل ده. طبعا انا ايد بتعمل في الدقيق والايد التانية ان انا احطها في المية عشان ما يمسكش على ايديا. بالشكل ده كده شايفين حتى منظر الفراخ بتطلع ازاي، ان هي نفس الكرمشة اللي فيها دي هي دي اللي بتطلع فيها في كنتاكي. هحطها هعمل بقى كله، ونرجع لحد ما دي الزيت يسخن ونرجع معاكم تاني. طبعا كده زي ما انتم شايفين الزيت سخن معايا، انا عاوزاه يبقى سخن جامد. هبعد بقى كده؟ لا مش هجيب لك حاجة. هبتدي بقى ان انا انفط كده، وابتدي ان انا انزل اسقط فيه بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هنزل واحدة كمان، يعني استنى بقى لحد ما يطلع بس كده. طبعا انا كده معليه عليه، هوطي عليه يعني نص طاقيه، يعني هخليه وسط على نار وسط. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبتدي بس ان انا احط الغطا، بس مش هغطيها كامل، يعني هخلي فيها زي فراغ كده، بحيث ان انا مش عاوزاه يطرى معايا، بس عاوزاه ان هو يحاول البخار ان هو يساوي مع الزيت بس. وهنرجع كمان 10 دقايق كده نبص عليه. طبعا كده عدى 10 دقايق، يعني كده ممكن نبص عليه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما قلتوش على الريحه اللي طالعه، هو لسه عاوز ياخد حبه كمان، مش عاوز اقرص عليه برضه عشان دماغه ما يغمقش اهو. هسيبه حبه كمان ونرجع نشوفه، بس ده كله على نار متوسطة كده زي ما انتم شايفين اهوت. هنطلعه نبتدي ان احنا نطلعه. طبعا انا هطلع، لازم اطلع على صورة كده، مش هينفع ان انا اطلع على مناديل عشان ما يطرش معايا بالشكل ده. كده شوية كده بس هسيب دور شوية واكمل الباقي كده. ان انا هبتدي بقى ان انا اطلع الباقي. طبعا زي ما انتم شايفين واخد لون جميل جدا.
طبعا زي ما اتفقنا ان الزيت بعد ما بحطه بخليه على وسط كده، ما اخليهوش على عالي عشان ياخد سواه براحته ويستوي من جوه. كده برضو هبتدي ان انا احط الباقي اللي انا عملتهم نفس الطريقه اهو. بالشكل ده، وبرضو هنغطي عليه ومش هنغطيه جامد اهو زي ما انتم شايفين، وهنسيبه بس كده ان هو يستوي تحت وفوق. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص كده خلصت. هبتدي بقى ان انا اقطع عليه واطلعه. انا ما قلتلكيش على الريحه والقرمشه اللي فيه بصراحه، يعني شكله بصراحه روعه. طبعا زي ما انا قلت لكم ما ينفعش ان احنا نطلعه على مناديل مطبخ على اساس ان هو ينزل الزيت الزياده ويفضل مقرمش زي ما هو. عامله جنبه رز هنا مبهر، هغرب بقى وارجع لكم. طبعا احنا كده خلصنا زي ما انتم شايفين. شايفين هو شكله بصراحه جميل جدا، واخد نفس الكفر اللي هو بيبقى في كنتاكي. لو احنا عملنا كده انتوا سامعين الصوت ان هو ناشف اهو بالمنظر ده. طبعا ما اقولكوش على الريحه بتاعته جميله. تدوقي قطمه يا مريض، تشوفيه مقرمش ولا ايه؟ ماشي. لا طبي قطمه حلوه. طعمه حكايه. وعامله جنبه كاتشب. طبعا ممكن تعملي جنبه سلطات تاني. ممكن نعمل جنبه البطاطس، بس احنا حابين ان احنا ناكله كده بس. بصراحه جميل جميل. يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى ان هو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظروني باذن الله في فيديو تاني بحاجه جديده بطريقه سهله. واقول لكم باي باي.